خالد العيسى عين شمال سوريا وعدستها ارتقى شهيدا أمس عقب الإصابة التي تعرض لها نتيجة محاولة اغتيال طالته مع رفيق دربه الناشط الإعلامي هادي العبد الله قبل أيام، حيث استهدفا بعبوة ناسفة زرعت أمام منزل يقيمان فيه بمدينة حلب ونقلا على إثرها إلى تركيا لتلقي العلاج. لكن حالة خالد كانت حرجة جدا ودخل بغيبوبة منذ إصابته حتى استشهاده. يا يما توب جديد زفيني جيتك شاهد. يا يما إصابة خالد وهادي الأخيرة كانت الثانية خلال يومين، حيث نجيا من قصف جوي استهدف منطقة جسر الحج أثناء تغطيتهما للغارات الجوية على حلب. الشهيد خالد العيسى انضم إلى كوكبة الشهداء من الإعلاميين السوريين أمثال زاهر شرقاط ومحمد الحوراني وهمام نجار وباسل شحادة ممن قضوا على يد أعداء الحقيقة والثورة. خالد ابن مدينة كفرنبل ذو 24 ربيعا التحق بركب الثورة السورية منذ انطلاقتها، فشارك في معظم المظاهرات السلمية التي خرجت في مدينته، ثم تحول خالد إلى العمل الإعلامي الميداني لينقل حقيقة ما يجري على الأراضي السورية إلى العالم، فوثق بعدسته عشرات المجازر التي ارتكبتها قوات النظام وحلفائه بحق المدنيين في مناطق مختلفة من سوريا. كما نقلت عدسة خالد معارك الثوار مع قوات النظام وميليشياته مقتحما بعدسته أكثر المعارك خطورة. فور انتشار خبر استشهاد الزميل خالد العيسى امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي والرثاء من الأصدقاء والمحبين والناشطين، مشيرين إلى أخلاقه الحسنة وصفاته الحميدة وبطولاته التي توجت بتقديم دمه في سبيل نقل الحقيقة، فيما رثت والدة خالد ابنها الوحيد بقولها: شهيد يا عمري، صار اسمك شهيد. إذا أنا صوبني شيء أنه ما تزعل، لا أنه ضل مكملي، ما له علاقة خايف في شغلها.